صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا طبعا بلبنان والعالم العربي والعالم بفقرة سبورتس تايم، هالفقرة الاستثنائية لأنه هالفقرة هي عم تكون مع تتويج أبطال رجال الأرز بهالأوضاع الصعبة يلي عم يمرق فيها لبنان، إلا أنه رجال الأرز بدولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المضيفة لبطولة المنتخبات العربية كانوا عم بيحققوا الإنجاز وكانوا عم يزرعوا الفرحة بنفوس الشعب اللبناني بلبنان وبالعالم العربي والعالم. الجمهور اللبناني هو الحالة الاستثنائية وتحديدا الجالية اللبنانية بدولة الإمارات، كل دولة الإمارات من دبي لأبو ظبي لكل الإمارات العربية المتحدة كان حالة استثنائية ولعبت دور كتير كبير بفوز منتخب لبنان بهالبطولة لأول مرة بتاريخه. لنحكي أكثر ونضوي أكثر عن هالموضوع خلونا نشوف بعض اللقطات الجميلة لرجال الأرز والملعب ومنرجع منحكي. تاريخ طبعا سيسجل هذا التاريخ لأنه لأول مرة بتاريخ لبنان عم بيكون هو بطل للعرب للمنتخبات. سبق للبنان أن أحرز بطولة الأندية العربية ولكن على صعيد منتخبات على صعيد رجال الأرز ما أحرزنا ولا مرة لقب البطولة العربية. هيدي السنة نحن أبطال العرب. لنحكي أكثر عن الدور الكبير يلي لعبته الجالية اللبنانية، الجمهور اللبناني، كل شخص كان عم بيشجع منتخب لبنان له دور بهيدا الإنجاز، اللاعبين، الجهاز الفني، الاتحاد، المدربين، كل الناس، ولكن الجمهور دائما هو اللاعب رقم واحد أنا برأيي لأنه هو كان السند. وهيدا الشيء اللي فاجأ كل المعنيين بدولة الإمارات وبلبنان وبالعالم العالم العربي لأنه حضور لافت كان من اليوم الأول من بداية البطولة للحظة تتويج طبعا المباراة النهائية وفوزنا باللقب الأغلى لهالسنة. سفير دولة أو سفير الجمهورية اللبنانية بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السفير فؤاد دندن يلي كان موجود وتابع لحظة بلحظة هالإنجاز هو معنا وضيفنا لليوم لنحكي أكثر عن هالإنجاز الكبير. صباح الخير سعادة السفير. صباح الخير لك سيد إبراهيم وصباح الخير للمشاهدين الكرام. سعادة السفير أول شيء هيدا المشهد، يعني أنت تلقيت اتصالات كثيرة، أنت كنت موجود بالملعب وأنا لحد مبارح بعدني عم بتلقى اتصالات من قيادات رياضية رفيعة المستوى إماراتية عم تأكد أهمية لبنان وأهمية مشاركة لبنان. هيدا التضامن العربي الرياضي الشبابي كسفير للبنان بدولة الإمارات قدي أنت اشتغلت عليه وبعرف قدي أنت حريص على أنه يكون موجود. أكيد ما في شك. بداية أستاذ إبراهيم اسمح لي بس أقول كلمة تهنئة ومبروك للبنانيين ولجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين على هذا اللقب اللي أول مرة بتاريخ لبنان بحققه، وشكر كتير كبير للمنتخبنا الوطني اللي أبدع بهالجيمز هول اللي كانوا بدبي. أكيد الفوز هيدا مش يعني كان أنا بالنسبة لي كان في المنتخب اللبناني وكان في فريق تاني عم يلعب معه على الملعب اللي هو الجمهور اللبناني اللي مثل ما تفضلت حضرتك وقلت إجا من كل المدن الإمارات ليكونوا عم بيواكبوا منتخبهم الوطني بالمباريات كلها من أول ما بلشت المباريات لآخر للنهائيات. بالفعل جمهور رائع جدا، كان في تنظيم كتير عالي بيناتهم، شباب وصبايا حتى كبار بالعمر، أطفال كانوا موجودين، وهذا شكر كتير كبير بيرجع للمنظمين. يعني بتعرف اليوم السوشيال ميديا ساعدت كتير بجمع هالجمهور هيدا وتنظيمه.
ومش بس بشهادة اللبنانيين اللي كانوا موجودين هون، كمان بشهادة المنظمين على هذه البطولة، أثنوا على الصورة الحلوة اللي عطاها الجمهور اللبناني بالملاعب وعطى التنظيم، وعملوا يعني تشجيع الدائم كان بكل البطولة للفريقهم اللبناني، المنتخب اللبناني. بقى أنا بتشكرهم من كل قلبي على هذا، على إبراز الصورة الحقيقية عن لبنان، لبنان الحضاري، لبنان المنفتح، لبنان اللي هو دائما داعم لكل قضايا وطنية. وكمان يعني هون بحب أقول يعني هيدي البطولة مش بس البطولة بالكرة السلة، اللي عملوه المنتخبنا الوطني فوت فرحة لكل لبناني بهالوقت اللي الصعيب اللي عم يمرق فيه الوطن الحبيب لبنان، اللي خصه بالباسكتبول واللي ما خصه بالباسكتبول كان عم بيتابع وكان مبسوط وكان فرحان كتير بهذا الفوز. بقى أنا هيدي البطولة عندها نكهة خاصة بهالزمن اللي اجت فيه، اللي هي دخلت الفرحة لكل قلب لبناني موجود إن كان بلبنان أو خارج لبنان. سعادة السفير، لو سمحت لي، طالما عم تحكي عن الصورة الحضارية والتوقيت، نحن هون بدي ركز على نقطة كتير مهمة. لبنان بأمس الحاجة لأشقائه العرب اليوم. كسفير للجمهورية اللبنانية كنت موجود بالمباراة النهائية، وبعرف قدي عندك علاقات وشبكة اتصالات مع معنيين بقيادات إماراتية. قدي كان هيدا الشعور لافت لإلك، وقدي كنا بحاجة لإله هالشباب اللي عطوا هالدفعة الكبيرة المعنوية؟ لا أكيد، اليوم هيدي الصورة اللي عطوها الجمهور اللبناني بالإمارات، هيدي بتجسد الصورة الحقيقية عن لبنان. يعني اليوم إن كان بمجال الرياضة أو بمجال الثقافة أو بمجال السياسي أو بمجال الاجتماعي، أو يعني هيدي الصورة اللي اليوم بالإمارات ما تنسى، في فوق ال 360 ألف لبناني مقيم بالإمارات. هلا على الاحصائيات اكيد بيطلعوا اقل، لانه كلياتهم يعني في بعض معظم منهم عنده جنسيات اخرى، بس المجتمع اللبناني كثير فعال ومندمج مع المجتمع الاماراتي، وهيدي كمان بتساعدنا نحن كدبلوماسيين انه نفرجي انه هيدا هو لبنان اللي لازم نساعده، هيدا لبنان الحقيقي اللي موجود عندكم هون بالامارات. اليوم اللي تعطوه الصورة الحلوة اللي عطوها عن لبنان، هذه هي حقيقة لبنان. يعني إذا بتلاحظ كل التاريخ الماتشات اللي كانت تلعب بلبنان، عنا كان جمهور دائما مشجع للعبة كرة السلة. بقى للأسف يعني اليوم بالزمان هذا اللي نحن فيه كان عندهم عطش على هالفرحة، على شيء إيجابي، بقى أدت شوي على تصرفات يعني، واللي هي كان كتير إيجابية، عملت إصرار إنه نحن بدنا نفرح، بدنا نشجع فريقنا ليفوز بهالبطولة هاي، مثل كأنه يعني عم بيقولوا للعالم كلياته إنه لبنان بعده موجود، لبنان بعده على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية كمان. ونتمنى كمان يعني اليوم هيدا طريق للبطولة العالمية بقى ان شاء الله يعني. وهن كمان الابطال الكره السله، يعني انا بقول لهم انتم مش بس ابطال كره السله، انتم اليوم ابطال بتحدي وبالاصرار يعني رغم كل الظروف الصعبه اللي عم بمر فيها، ان كان المنتخب اللبناني او اللاعب اللبناني او الوطن، اثبتوا للعالم انه هن فعلا ابطال، مش بس بلعبه كره السله، بابطال بالتحدي وبالاصرار وبالتصميم. فعلا يعني إنجاز رائع جدا لكل اللبنانيين. سعادة السفير، اتصالات يعني وزارة الخارجية كانت عم تتابع وأصدرت بيان، وشفنا أنه الرئيس مئاتي، رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، وسياسيين كتير كتير كانوا عم بيتابعوا، وطبعا هيدا الفوز هو لكل الشعب اللبناني. أول شيء، أهم اتصال تلقيته أنت من مين؟ هيدا واحد. اثنين، شو بتقول للجالية اللبنانية يلي حقيقة تواصلوا معي بشكل كتير كبير؟ كل الاحترام لهم، يا ريت بقدر كلهم يكونوا معنا باستديو، ولكن انت وجودك بيمثل كل الجاليه اللبنانيه اللي موجوده. لا اكيد، تلقينا اتصالات. اول اتصال تلقيته من معالي وزير الخارجيه، كان عم بيبارك لنا بهالانجاز، ووصل مسج انه المباركه للمنتخب اللبناني، الرئيس المنتخب وللفريق الارز.
واكيد اجاني اتصالات عديد كثير، ان كان من مش بس من لبنان، من الدولة المضيفة دولة الإمارات، أشخاص كتير بيركوا لي وهنونا بهالإنجاز هيدا، وكمان من كل دول العربية. يعني إجاني كتير اتصالات ومسجز تهنئة على فوز لبنان، وأكيد كل المساجات أو التليفونات كانت داعمة للبنان وداعمة لهالإنجاز هيدا، أنه إن شاء الله بيمتد هيدا الإنجاز، بيكون فاتحة أمل لإنجازات أخرى على الصعيد الوطن كله إن شاء الله. بقى هذا بيعطيك شوية أمل وشوية يعني بصيص أنه نحن إن شاء الله نحن حنوقف على أجرينا مرة تانية، ولبنان بيضلوا بالنهاية أستاذ إبراهيم شو يعني وطن. لبنان هو وطن يعني شعب وأرض، سو إن شاء الله الأرض بتضلها والشعب موجود والوطن إن شاء الله بضله. نحن كتير فخورين اللي عم يعملوه شبابنا وصبايانا بلبنان وحتى بالإمارات، وهيدي يعني هيدي الاستمرارية اللي نحن بنشوفها، وأكيد نحن هيدا بساعدنا كتير بعملنا ساعد. إنه نضل هالعلاقات هيدي متينة وقوية بين جميع الدول اللي نحن عم نتعامل معهم. سعادة السفير، بدي أسألك عن شخصية استثنائية على هامش البطولة العربية. كان في انتخابات مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العربي، وشخصية استثنائية لبنانية الأستاذ نديم حكيم رئيس نادي بيروت أصبح نائب لرئيس الاتحاد العربي. يعني هيدا المركز أصبح نديم حكيم يختصر الشخصية اللبنانية الموجودة، وكان لك طبعا بوست نزلته وقلت أنه فخر الرياضة اللبنانية وجود هيك شخصية بهيك مركز. أكيد هذا فخر كتير كبير للبنانيين، فخر للرياضة اللبنانية أن نكون نحن موجودين بمركز القرار والمسؤولية بالمنظومة الرياضية العربية. هي أول مرة نحن نكون موجودين، وهذا فخر كتير كبير للبنان وللرياضة بلبنان. بقى بتمنى له للأستاذ نديم الحكيم كل التوفيق والنجاح، وهو يعني خير من يمثل الجسم الرياضي عنا بلبنان بهيدا الاتحاد. سعادة السفير، أنا بدي أتشكر إطلالتك معنا، وأكيد رح يكون لنا لقاءات معك تانية، لأنه الإمارات هي مركز استضافي لبطولات إن كان بكرة القدم أو بكرة السلة أو بكل الألعاب الرياضية. أكيد رح نكون موجودين، وبنعرف أهمية الجالية اللبنانية وأهمية الدور يلي أنت شخصيا عم تتولاه وعم بتتابعه لدعم الرياضة اللبنانية. بدي أتشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، شكرا لك. شكرا لك سعادة السفير. إذن مشاهدينا، هيدي الإطلالة كانت لسفير الجمهورية اللبنانية بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السفير فؤاد دندن. لهون منكون وصلنا لختام سبورتس تايم. بدي أذكر أنه بكرة رح يكون في حلقة استثنائية من هنا بيروت، طبعا رح تكون حلقة رياضية، رح يكون ضيفنا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي وكابتن منتخب لبنان علي حيدر ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة الأستاذ نديم حكيم بحلقة خاصة من هنا بيروت بكرة الساعة 3 بتوقيت بيروت، رح نكون ونتابع سوا.